اول حاجه لازم تعملها بعد نهايه المباراه انك تروح تسقف. مباراه ملحميه حرفيا، واحده من اجمل مباريات دوري الابطال السنه دي، مباراه جميله جدا 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 بكل حاجه فيها. في البدايه بتاعتها بتوماس توخيل والاربعه 3 2 والاربعه 3 1 2 اللي بدا بيها، والضغط العالي اللي كان بيعمله على نص ملعب ريال مدريد، وبعد كده طبعا الاهداف الجميله اللي سجلها لعيب زي موسم مونت، سجل هدف مبكر لفرقته تشيلسي علشان يدي للجمهور فايب ان تشيلسي ممكن يرجع في الجيم، وبعدها تشيلسي بيقدم ضغط عالي وبيقدم كره قدم مزاجية في سانتياغو برنابيو، وتقعد تحس ان تشيلسي هيرجع في الجيم. بعد كده تشيلسي بيخش له التاني بيسجل عن طريق روديجر، وانت عمال تشوف لعيبة ريال مدريد مش قادرين يعملوا اي حاجة، لا فينيسيوس لا كريم بنزيما لا لوكا مودريتش لا توني كروز لا كازيميرو لا فيرلاند ميندي لا حتى داني كارفاخال، مفيش اي حاجة خالص. تشيلسي متسيد الملعب بالطول والعرض. تشيلسي بيسجل الهدف التالت عن طريق ماركوس الونسو، لكن الفار بيلغيه علشان خاطر بعدها يسجل واحد من اجمل اهداف تيمو فيرنر من ساعة ما وصل تشيلسي، وبعدها مباشرة نشوف ريال مدريد بيبدا يقدم اداء محترم جوه الملعب. بنشوف ريال مدريد شخصيه دوري الابطال بتبدا تصحى تاني. التغييرات هفضل دايما اقول ان تغييرة ادوارد كامافينجا فرقت جدا 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 في الملعب. تغييرة ادوارد كامافينجا مكان توني كروز فرقت جدا. بعد ما نزل تم تسجيل الهدف الثاني، بعدها مباشره الهدف الثالث عن طريق فيرنر، بعدها مباشره يعني هو نزل في الدقيقه 72، لا هو نزل في الدقيقه 70، بعدها في الدقيقه 72 تم تسجيل هدف تيمو فيرنر. بس في فرق بدا يبان. انا كنت بقول ان هو رجع لعب 4-1-4-1، بس للامانه اللي اتفرجت عليه ما بين الشوطين ان كان اللي بيلعب ديفندر كان لوكا مودريتش، ولوكا مودريتش قدم اداء مميز جدا كديفندر بعد ما تم تسجيل الهدف الاول عن طريق رودريجو. الهدف الاول اللي مهما حكيت على وش رجل لوكا مودريتش الخيالي مش هقدر اوصف ان لعيب زي لوكا مودريتش بتمريره حراريه جميله جدا يقدر يرجع ريال مدريد في الجيم. طبعا فينش جميل من رودريجو، بس الباصه عظمه لوحدها، الباصه عظمه لوحدها. ولما دخلنا الاكسترا تايم كنا مستنيين الهيرو، فين سوبرمان، فين سبايدر مان، فين كريم بنزيما يا جماعه، فين كريم بنزيما؟ بنزيما لسه ما جاش لحد دلوقتي ليه؟ كريم فين؟ كريم فين هيسجل دلوقتي؟ صح كريم بنزيما هيسجل دلوقتي علشان خاطر كريم بنزيما فعلا يسجل هدف جميل لريال مدريد، علشان يقدر تقدر تقول كده ان ريال مدريد 3-2 تصعد ريال مدريد. الموضوع بالنسبه لريال مدريد انتهى تماما بعد الهدف اللي سجله كريم بنزيما. ريال مدريد خلاص الشخصيه، خلاص القوه، خلاص السيطره على اجواء الملعب بدات تبان. وفي الاخر خلاص تبص تلاقي لعيب زي ناتشو وقع منك علشان تقرر انك تنزل لعيب زي لوكاس فاسكيز يلعب ناحيه اليمين، وتدخل داني كارفاخال يلعب مساك تاني، وتقعد تبص على تركيبه ريال مدريد كده تقول ان ريال مدريد هيخش الاكسترا تايم هيشيل جونين ثلاثه، لان ريال مدريد بيلعب باك شمال وباك يمين اثنين مساكين، فالدنيا ضايعه خالص بالنسبه لريال مدريد. واكيد تشيلسي هيكون ليه رد فعل قويه. وطبعا توماس توخيل اتاخر في التغييرات، حتى لما بدا التغييرات بدا غلط. يعني انت بتغير تيمو فيرنر لسه مسجل هدف، وبتسيب كاي فيرتز جوه الملعب، وبتنزل كريستيان بولوسيتش. كريستيان بولوسيتش بينزل يضيع له جونين، وانت سايب كاي فيرتز وسايب موسم مونت ولسه مطلع اللعيب اللي مسجل هدف، فكانت غريبه. غير ان التغييرات اللي بتاعت نص الملعب برده كانت متاخره، لان انت قررت انك تعمل مغامره بعد ما كريم بنزيما سجل الهدف الثاني لريال مدريد. الهدف الثاني لريال مدريد اللي هرجع ثاني وثالث ورابع اقول لك التغييرات بتاعت كارلو انشيلوتي فرقت جوه الملعب، لان ريال مدريد بقى قوي ناحيه اليمين لما رودريجو نزل، وبقى قوي ناحيه الشمال عند فينيسيوس جونيور. فينيسيوس اللي بيلعب كره جميله لكريم بنزيما، ماركت كريم بنزيما بيحط، خلاص الموضوع انتهى. هو شايف مندي جاي كده بيحطها له في الحته اللي هو لسه جاي منها، اللي هو عاش بنزو. والله بنزو بيعلم عالم ادوارد مندي، بيقول له اوعى تنساني تاني يا عم مندي، اربع تجوان في ماتشين. هو عايز حاجه تاني بقى؟ مرشح لاحسن حارس في العالم؟ مش مشكلتي انا بقى موضوع مرشح ولا مش مرشح بقى. بنزو بيقدم عظمه حرفيا، هو ولوكا مودريتش. لوكا مودريتش وبنزيما، لو حبينا نلخص المباراه نقول ان في فرقه لعبت، في فرقه عندها خبرات قدرت ان هي تنهي لها الجيم. والله في فرقه لعبت واستحقت انها تطلع كسبانه زي تشيلسي، بس في فرقه عندها خبرات، عندها مدير فني عجوز الناس كلها بتقول عليه ان هو بيقعد يتفرج على المباراه ما بيقدرش يخدم ريال مدريد، مع ان التغييرات كلها بتقول لك العكس، ان ريال مدريد لولا تغييرات كارلو الموضوع بالنسبه لريال مدريد كان ضايع تماما. يعني ريال مدريد كان بيعاني عند الناحيه الشمال اللي فيها مندي، لما نزل لعيب عنده خبره كبيره جدا زي مارسيلو حتى لو واقف في الملعب بس بيأدي. لما رجعت انت لوكا مودريتش ديفندر حتى لو واقف في الملعب بس بيعرف يقطع كور، بيعرف يربط الملعب كويس قوي. ادوارد كامافينجا برضه هرجع تاني وثالث ورابع اقول لك لعيب مميز جدا جدا في الماتشات الكبيره، شخصيه كبيره جدا. كامافينجا تغييره فرقت جدا بالنسبه لريال مدريد جوه الملعب.
فالناحيه الثانيه بالنسبه لي بدا يغير التغييرات بعد ما الموضوع انتهى تماما. يعني هو نزل حكيم زياش مكان نجول كانتي في الدقيقه 100 بعد الهدف الثاني بتاع كريم بنزيما، جورجينيو نزل مكان ماتيو كوفاتيتش في الدقيقه 105، ساول نيجيز مكان روبن لوفت شيك. وساول نيجيز اعتقد ان هو كان تغييره غريبه قوي، اللي هو انت بتنزل ساول ليه؟ ساول كده كده اساسا مش شايف قدامه من ساعه ما جه تشيلسي، فهيكون شايف قدامه اخر 10 دقائق في اهم ماتش بالنسبه لك في السيزون. فكانت غريبه الصراحه، في مدير فني غير تغييرات فرقت جدا معاه في الاداء، وفي مدير فني ما عرفش يغير تغييرات وبدا تغييراته غلط اساسا. غير ان للامانه فرق معاك قوي موضوع ان انت ما عندكش سترايكر، فارق معاه قوي في تشيلسي ان هو ما عندوش مهاجم، مع انه على الورق بيلعب باتنين مهاجمين، بس في فرق بين مهاجم صندوق واتنين اطراف انت بتدي لهم ادوار هجوميه علشان خاطر يقوموا بدور المهاجم. الموضوع بالنسبه لفرقه تشيلسي العمق كان ضايع تماما، العمق الهجومي، انما كانت بتتعوض بالضربات الثابته اللي كان بيزيد فيها لعيب زي انطونيو روديجر. بس تشيلسي عمل مباراه عظيمه جدا 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 مهما اختلفنا او مهما اتفقنا. تشيلسي لو كان عنده خبرات كريم بنزيما وعنده خبرات لوكا مودريتش لاعبين يقدروا يرجعوا فرقه في أسوأ الظروف كان ممكن يكسب ريال مدريد مستريح، بس هو ده ريال مدريد، عنده لعيبه خبرات تقدر تنهي المواقف الحاسمه وتقدر تنهي المواقف الصعبه على الفريق. فتحيه كبيره جدا للعيبه الخبرات اللي بتقدر تنهي مباريات زي كريم بنزيما وزي وش رجل الخارجي بتاع لوكا مودريتش، هنفضل نتكلم فيه شهور لان بصراحه الاسيست كان جميل جدا جدا، ولا حد يقول لك غير كده صعب تصدقه، لان بصراحه كان اسيست جميل جدا. ريال مدريد يستاهل ولا ما يستاهلش؟ طبعا اكيد يستاهل، لان هو عنده خبرات، عنده لعيبه بتضحي بمجهود، عنده لعيبه بتلعب 120 دقيقه زي لوكا مودريتش عنده 38 سنه. ففي حاجات في ريال مدريد كده مفيش ضوابط تقدر تتكلم عن ريال مدريد فريق لا يستحق ان هو يتاهل، برغم ان تشيلسي لعب مباراه مميزه، برغم ان الاحصائيات كلها هتقول لك ان تشيلسي استحق ان هو يطلع كسبان. 28 تسديده، تسديدات على المرمى 7، تسديد خارج المرمى 12، ايقاف تسديدات 9، اتكلم على معدل قوي جدا بالنسبه لتشيلسي، والكلام ده كله انت بتلعب في البرنابيو قدام ريال مدريد، في حين الريال اجمالي تسديدات 10 تسديدات، منهم 4 على المرمى، منهم 5 خارج المرمى، منهم تسديده واحده تم ايقافها. فانت بتتكلم على مباراه قدمها تشيلسي بطريقه عظيمه، لكن ريال مدريد عارف يكسبها كويس قوي. مش لازم تكون بتقدم مباراه كويسه جدا عشان خاطر تطلع كسبانها، يجوز يكون عندك لعيبه خبرات تعرف تنهي لك المباراه، وده اللي حصل تمام بالنسبه لريال مدريد. طولت عليك بس بصراحه المباراه كانت جميله جدا، وعملت عليها فيديوهين اساسا، فيديو الشوط الاول كنت بتكلم فيه على عظمه توماس توخيل التكتيكيه، وفيديو الشوط الثاني كنت بتكلم فيه على ان الكره بتاع لوكا مودريتش هتكون اعتقد بالنسبه لي هي نقطه تحول المباراه. وكانت كام الف مليون مبروك لجمهور مدريد، الف مليون مبروك للمدريديستا، هارد لك لجمهور تشيلسي، بس الان قدمت مباراه عظيمه جدا جدا جدا. حتى لو قعدنا نتكلم على الكوره بتاع ماركوس الونسو ان القانون الجديد اتغير ودلوقتي الحكم هو اللي بيدي قرار في اللقطه بتاع لمس اليد، بس مش مهم، المهم انك سجلت الهدف الثالث وبرده البيست هدفين، فالموضوع مش هنتكلم على هدف.